مايا أبو خليل، دكتور بعلم النفس ومحللة نفسية. العودة للحياة الاجتماعية بعد صدمة نفسية، موضوعنا اليوم يعني مهم أنه يكون قريب من الأعياد. صباح الخير مايا. بوجور. مهم يكون قريب من الأعياد لأنه أكثر محل منقدر نرجع نفوت على الحياة الاجتماعية هي بفترة الأعياد، تحديداً عيد الميلاد ورأس السنة. مزبوط. وتحديداً بلبنان يعني عنا حظ أنه يكون في عنا هيك حضن من قبل عائلة، من قبل محبين وقرايب وجيران وغيره وغيره وغيره. رح نشوف قد ايه هيدا الموضوع مهم، بس بالبداية بدنا نقول شو يعني صدمة عاطفية. نحن كتير منحجم معنى الصدمة النفسية للأشياء الكتير كبيرة والكتير خطرة، يعني يلي هي إذا بدك ترومادو شوك، يعني انفجار، حرب، أكسيدان كتير كبير، هيك أشياء. بس الصدمات مش بس هيك، الصدمات النفسية كمان، وقتها في عنا صدمات النمو، وقتها الولد يكون عم بيكبر ويعيش حالات من الإهمال، يعيش نوع من الأبيو، نوع من العنف، استغلال أو عنف، إيه بكل حياته بيومياته. يعني هول الصدمات النفسية بينحفروا بالشخص وبيحملون معه على كل علاقاته وعلى أكيد بمشاعره تجاه الآخر. ثالث نوع من الصدمات هن الصدمات يلي هن عاطفية، الصدمات العاطفية مثل خسارة شخص منحبه، أما مرض كرونيك لشخص منحبه أو لقلنا، أو حيلا شيء بيتعلق بالانفصال. هول الصدمة يعني ديفورس شوي صعب، حيلا شيء، حيلا شيء. هول نحن عشناهم مؤخرا وما انتبهنا كثير وقت كوفيد، في كثير ناس خسروا اشخاص ما قدروا يستوعبوا الموت وما حدوا بطريقه كافيه ومناسبه على هالاشخاص لانه ما لحقوا يودعون، لانه ما فهموا كثير شو صار. سو مهم اكيد انه هلا بهالفتره انه يرجع واحد يعيد النظر. والمهم انه نحكي عنه هلا من بعد ما مرق سنه او سنتين، لانه القصه منا بس قصه شهور او ايام او اسابيع، هي قصة سنين ممكن تضل هالصدمة تأثيرها علينا إذا ما قدرنا نحن نعرف نظهر منها. عم نحكي اليوم عن انفجار بيروت، عم نحكي عن الكوفيد، عم نحكي عن الهجرة مايا. كمان قديه في ناس تفرقوا عن بعضهم بآخر فترة، كل هيدا بيعمل صدمات عاطفية معناتها. مزبوط. كيف بدنا ننتبه على حالنا؟ أول شيء أنه نحن ما عم نقدر نرجع للحياة الطبيعية اليوم، خصوصي إذا بدنا نحكي عن أشخاص خسروا بيهم، أمهم، خي، اخت، ولد، حدا هالقد قريب، خلص تزعزع نظام حياتهم كله. يعني واحدة من خصائص الصدمات النفسية انه بتخلي الانسان يستصعب يحط معنى، يعني الابسنس دو سانس، يعني ما بيعود واحد بيعرف شو بده يستوعب من هالصدمة. سو بيصير عم بجرب يتعامل معه وعم بجرب يهضمها. يعني انا بتخيلها هيك شيء كتير كبير بيجي فجأة، اذا كتير بحب هيدي الصورة، مثل كأنه بيكون في عقد بيرل وفجأة بتجي الصدمة بنصه وبيفرط حبوبه، والإنسان بيرجع بعيد تنظيم حياته بطريقة مثل كأنه هالصدمة بدها تفوت بين هالحبوب وترجع تنظمهم بس بطريقة غير. سو على طول في قبل الصدمة وبعد الصدمة، وبيصير الشخص حاسس حاله أنه هالحياة أو هالعالم الخارجي تعدى عليه، إجا فات جواته بطريقة فجائية عادة وأثر على كل نظام حياته. يعني الأشياء اللي كان يحلم فيها، طموحاته كلها بتتغير حسب هيدا التروما. وأوقات بيصير شقفة من هويته، يعني بيصير حاسس أنه هو التروما، بيصير حاسس، حتى الناس بيصيروا يحكوا أنه أنت يلي خي تنحسب اللي صار معه هيك بالانفجار، أو أنت اللي صار معك هيك أو أنت كانسيروز، أو أنت سو بيصير التروما هويته. اللي بيصير كمان انه هالعدائيه لانه حس انه العالم الخارجي تعدى عليه، بصير هو كمان عدائي تجاه العالم، وبيصير يخاف منهم وبيصير يخاف يتواصل معهم، لانه الشخص بحلل غلط. يعني ليش بنصير نحلل غلط؟ لانه الموقف اللي صار ما فهمناه، وقتها ما نفهمه بكل علاقاتنا بيتعمم هيدا الشعور، يعني يلي هو اول شيء شعور الخوف وعدم الامان، وبنصير نحس انه الاخر ما رح يقدر يفهمنا وما رح يقدر يحضننا وما حدا رح يفهمنا لانه كنا لحالنا بهيدا الموقف.
وهذا الشعور الوحدة اللي كتير طاغي بالتروما. وليش أنا؟ ليش أنا؟ ليش أنا لحالي بدي أتحمل كل هالقد؟ ونحن لحالنا منعيش الأبريكو، يعني لحالنا منكون عم نهضم كل هالأشياء السلبية يلي صارت معنا. وكل شخص بيصير يحارب لحاله بينه وبين نفسه. مزبوط. فلا يقدر يمكن يحارب، بده يبعد، بده ياخد هيدا الركول. بس بدنا نشوف أي متى هالركول بيصير عن جد نوع من مرضي رح نقول، أو مبالغ فيه، أو خلص بلش يضر له حياته بكل نواحيها. بحب أخذ أراءكم مشاهدين على 0464 إذا بتحبوا تتواصلوا معنا تطرحوا أي سؤال أو تعطونا أراءكم أو خبرة أو أي شيء بتحبوا تقولوا. نحن دايما خطوطنا مفتوحة مباشرة لألكم. تأثير هالصدمات أو تأثير هالبعد عن المجتمع على حياة الإنسان بأي نواحي ممكن يأثر؟ هلأ كتير مهم نقول أنه كل شخص بيتعامل مع الصدمة بطريقة مختلفة، يعني لو نفس الصدمة عاشوها شخصين مختلفين كل واحد بيتلقاها بطريقة مختلفة، وكل واحد بيتعامل معه وبيعمل وسائل دفاعية مختلفة عن التاني. أشخاص بينكروا، أشخاص بيواجهوا، أشخاص بيهربوا، بينطووا على حالهم، أشخاص بيلتجوا للكحول، للمخدرات، بيروحوا كأنه صوب شيء بينسيهم، بيطفيلهم هالجرح، أما بيطفيلهم هالمشاعر السلبية اللي ما عم بيقدروا يحكوا عنها وعبروا عنها. ما فينا نقارن صدمتين ببعضهم، ولا فينا نقارن شخصين ببعضهم بالنسبة للصدمات النفسية. لهالسبب انه اهم شيء الواحد يبلش يفكر فيه وقتها يعيش شيء صعب انه يبلش يرجع يفكر يرتب صح حياته. يرتب حياته، بس بالمعنى انه اذا قدر يحط معنى على هالصدمه وفهمها وحكي مع حدا يعطيه صوره اذا بدك ايجابيه عن الشيء اللي عاشه، يعني يحول هالشيء السلبي لشيء بينهضم الشقف، يقدر هيك يبلعون شوي شوي بدون ما يصير معه عصر هضم نفسه. هيك تنقول وقتا نحط معنا، وقتا نفهم شوي شو صار، بتخف وطئة هيدا الشعور، ومنبلش نرجع نبني نوع من البون بيننا وبين المجتمع وبيننا وبين العالم الخارجي. اليوم يمكن طلاق بينفهم، اليوم يمكن أمور عاطفية، يمكن ما بعرف سوء معاملة من أهل، بولينج، أي شيء ممكن ينفهم مايا، وممكن يتاخد بشكل إيجابي أنه نحن نقدر نرجع نكون أقوى بالحياة. بس يوم لما بنحكي عن خسارة شخص هالقد عزيز يعني أو هالقد قريب، يوم لما بنحكي عن أم فقدت ولد، كيف بدها تقدر ترجع عن جد تنخرط بالحياة الاجتماعية؟ يعني رح أعطي بس هالمثل قبل ما نتابع بالأمور العامة، لأنه هيدا كيس ما بيشبه غيره. يعني اليوم منشوف كلنا وكلنا بحياتنا عنا شفنا أمهات فقدوا أولادهم، ولا مرة منحس أنه هالأم قدرت ترجع تفوت بالحياة. مظبوط، يعني مظبوط، أو بس قليل رح نقول. أوقات بترجع من خلال هالتروما اللي عاشته، بتعمل NGO، بتعمل شيء بخليها ترجع تتواصل مع المحيطين فيها. حلو. ويمكن تحمي أولاد غيرها، يمكن بده يصير عندها ميسيون، بدها تطلع من هالشيء شيء يعطيها درايف ويعطيها موتيفاسيون حتى تقوم وتوعى وما تنهار. هي كل القصة أنه نقدر نعمل بالانس بين هالخسارة الكبيرة وبين شو معقول هالخسارة تكون بنيت فينا. كتير قليل الأشخاص يمكن يلي بيقدروا يطلعوا نبتة من دمار، أكيد كتير صعبة، بس مهم الواحد وقت يحس حاله انه قشط كثير وخلص صار تحت هالمصيبه وصارت هي طاغيه عليه، يروح يحكي، يروح يعبر، رح يسمع حاله بغير طريقه، رح يهضم اللي صار بغير طريقه، ورح يتساعد انه يطلع من هالشيء حتى ينطلق صوب شيء جديد. واذا بدنا نعطي حلول هيك عمليه، رح نقول بيقدر يحكي لمين اليوم؟ شو لازم يتصرف كمان؟ أي متى بده ينتبه على حاله أنه هو عن جد صار بعيد كتير عن الحياة؟ يعني اليوم لما منبعد عن الحياة الاجتماعية نحن عم بعد عن الحياة، يعني نحن عم نغرق بالموت نوعا ما، بموت رمزي أيضا. كيف بيقدر هالشخص يتخطى؟ أو يمكن هي بدها خطوة واحدة بالأول ما هيك مايانا حتى يقدر يبلش يمشي. وكمان بدي أحكي عن دور المحيطين، دور المجتمع، دور العائلة، دور الأصحاب وغيره.
يمكن رجال دين، يمكن شو ما كان. قبل ما نحكي شوي عن الحلول، في اكزامبل بحب هيك اذكره. التقيت باشخاص مره خبرونا انه هن كانوا بالحرب الاهليه، اربع شباب، هن خمس شباب، واحد منهم راح عالدير. أربعة كانوا كومباتان، كانوا عم بيحاربوا، أخوة هن، أخوة، بس اثنين ببارتي بوليتيك معين واثنين ضدهم. أوكي، من بعد ما خلصت الحرب وكانوا كلهم أكيد كتير تروماتيزي، ولأنه في مثل شوي كاينوا هبيل قصتهم، يعني أخوة بين بعضهم عم بيحاربوا بعضهم، اخترعوا لقيوا طريقة حتى يرجعوا يصلحوا هاللي صار بيناتهم، وتحتى أكيد يشيلوا الذنب يلي حسوه وقتا حيربوا بعضهم. من بعد فترة عملوا شركة كلهم سوا، وصاروا كل واحد عنده دور بهيدي الشركة، وفي حدا من الأشخاص كان عنده أولاد توفت أمهم، صاروا كلهم سوا تقاسموا الأدوار حتى يهتموا بهالولاد. حدا بياخذهم على المدرسة، حدا بيدرسهم، حدا بيأمن سوبر ماركت، حدا بيهتم كل يوم أوشي. كل يوم في دور لحد لشخص من هالأشخاص. سو عطيو لتاني جيل، نقلوا لتاني جيل المحبة بين الأخوة أول شيء، وحسسوهم أنه نحن اتحدنا لو بوقت من الأوقات كنا تحت تأثير الإيموسيون بوليتيك والكره يلي أكيد هن إذا بدك اللي صار، إنه الليدرز يلي هن إذا بدك البي السيمبوليك حرض الأولاد إنه يتقاتلوا. فمن بعد ما وعيوا من هالتحريض رجعوا التقوا على محبة بعض، ولقيوا طريقة حتى يتخطوا هالتروما الكتير قوي يلي منع كلهم إنه يتزوجوا ويعملوا عائلة، بس سمح لهم إنه يقدروا يحبوا هالولاد بتاني جيل. حلو كتير، هيدي أكبر نصيحة. يعني اليوم كمان قد ايه المحبة ممكن تكون عم تبني، يعني ودائما بنعرف نحن كل المنتورز بالعالم اليوم، كل هالاشخاص اللي شفناهم عملوا فرق كثير كبير بالدنيا، مار تيريزا، جان بول دو، غاندي، يعني كل هالناس اللي عن جد اثروا بالحياه الانسان اشتغلوا على اساس واحد يلي هو الحب والمحبه. مزبوط. يمكن لازم نرجع نطلع هيدا الشيء من حالنا، ما نخلي الحقد او الانتقام او غيره هو أهم شيء، والصحة إذا بدك أكتر شيء، إنه الواحد يفكر إنه هالترومال يلي صار والدفانس يلي ساعدوني، يلي البواء يلي ساعدني بهيداك النفراج وقت التروما ما رح يضلوا يساعدني. نحن المشكلة إنه منضلنا لبسينه، منضلنا خايفين إنه يرجع يصير شيء تاني بيشبه يلي صار. بس أنا بقول منزوي اللي صار صار بالماضي، صار وخلص، فبدنا نرجع نفتح على الآخر ونقبل إنه مش الآخر هو يلي سبب هيدا الشيء، ونجرب قد ما فينا إن نتواصل مع مشاعرنا ونحط good intentions عند التاني، لأنه نحن وقت نكون هالقد خايفين من المحيط ومن العالم الخارجي منبلش نفكر فيه إنه هو خطر علينا. فأهم شيء نعمله إنه نبلش نفكر إنه يلي صار ما صار بسبب حدا، وصار بالماضي ما رح يرجع. ما بيصير في أوقات مثل إنه مش رح أقول لوم، بس بيصير في أوقات، وهيدا عن جد بتعلق العالم ببيوتها أو ما بيعودوا يتواصلوا مع الناس، بيقولوا أول شيء أنا ما إلي جلد شوف حدا، ما بدي اسمع حدا، ما بدي اشوف حدا، ما بدي احكي لحدا، وكانه بلوموا الاخر انه انت ما صار معك هيك، انا صار معي هيك، وانت ما رح تفهمني بحياتك. كيف بدنا نكسر هيدا الحاجز بيننا وبين الاخر؟ وبفتكر هون ما بعرف قد ايه مزبوط انه اليوم لما بنعمل اول خطوه برات باب البيت او برات باب بيتنا هاللي محصن بتتغير الدنيا كلها. يعني في اشياء مشاعر او طاقه ما بنكون مفتكرين انه رح توصلنا بشكل كثير حلو. يعني كيف بدنا ندفش هالشخص انه عن جد بليز مره ظهر بس وبعدين اقرر؟ بتعرفي هذا الشيء بده يجي من جواته، وقت تيكون حاضر هذا الشخص بده ما يعمل شيء بنسميه هايبر مونتاليزاسيون، يعني ما بده يحلل زياده شو نوايا الاخر، لانه وقت نحلل نوايا الاخر وشو قصده وليش قال هيك وليه عمل هيك رح نبلش نبعد عنه ورح نبلش نتفادى. بتصير قبل ما نبلش نشوفهم. بس نحن ليش بنحلل النوايا؟ لانه نحن اشخاص مجروحين وتروماتيزي، وعند كل لقاء بنتمنى انه الثاني يجي يصلح لنا الجرح، وبصير معنا مثل كانه عندنا سنسور وسكانر براسنا
تنطلع انه تاني هالمرة كمان رفضنا وهالمرة كمان ما صلح لنا الجرح، يعني التاني مش منيح. يعني كأنه الواحد بيروح حتى بينبش، لو حتى راح وتواصل مع العالم الخارجي بيروح بينبش على إثباتات انه هو منه محبوب او انه هو منه مفهوم او انه هو ما حدا رح يحضنه. اوكي سو يعني سو مهم يروح بنية يلاقي حضن ويقبل صح. شو ما نعطي. يعني نحن اللي منقوله مايا انه مثل ما قلت اليوم الصبح انه نحن عنا الحظ بلبنان انه يكون في عن جد احتضان الناس لبعضها وخصوصا العيلة. وانا اللي بدي اقوله لكل هالاشخاص اللي محزونين او اللي تعبانين او اللي موجوعين ومجروحين من صدمة، انه في ناس حواليكم بتحبكم كتير، وانه في ناس حواليكم تنطر بس لحتى ترجعوا على طبيعتكم، لحتى ترجعوا يشوفوكم، يسمعوا كلامكم ويحسوا بوجودكم. فدايما نشوف او نفتش او نتذكر قد ايه في ناس بحبونا وقد ايه في ناس نحن كمان مؤثرين بحياتهم. لو قد ما كنا زعلانين بيضلوا ينطرونا وبيضلوا موجودين لحتى يحبونا. مايا ابو خليل دكتور بعلم النفس محلل نفسي، شكرا كثير لك. نرجع هيك للمضمون الانساني واللي هو الاهم بالحياه. رح ناخذ بريك.